مساء الخير يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وبمشاهدينك. مساء النور يا أستاذة سمر. إيه اللي وصل إليه السودان تحديدا، وفي رأيك زي ما بنقول كده في بعض المصطلحات تقدير للموقف؟ طيب، الوضع الآن في السودان يعني بلغ مرحلة شديدة التعقيد. البداية طبعا كانت في 15 إبريل الماضي عندما اندلعت الاشتباكات بين دعم السريع وقوات الجيش السوداني. الحقيقة أن الحرب مرت بعدة مراحل، لكن المرحلة الحالية في السودان بعد سقوط مدينة مدني اللي هي عاصمة ولاية الجزيرة أصبح الأمر الآن شديد التعقيد وينذر بخطر كبير. لما لها من أهمية، خاصة أنه الإقليم الأوسط في السودان والنقطة الواصلة لجميع ولايات السودان غربا وشرقا وجنوبا. الآن أيضا مع زيادة حالة الاستنفار والتحشيد الشعبي، أيضا هناك خطورة أن تتحول الأوضاع في السودان لحرب أهلية.